موجز إخباري جديد، فأهلا بكم. دانت وزارة حقوق الإنسان استمرار ميليشيات الحوثي باستهداف المدنيين في محافظتي تعز والضالة، والذي نتج عنه قتل وجرح عدد من الأهالي الأبرياء بينهم 3 أطفال وامرأة. واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان استمرار ميليشيات الحوثي بإطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والأطفال والمناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام. وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة شبوة بتكثيف جهودها لمواجهة تحركات الخلايا الإرهابية وملاحقة عناصرها. وأكد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ شبوة رئيس اللجنة الأمنية عوض بن الوزير أن الحكومة تدعم كل جهود السلطة المحلية وأجهزتها العسكرية والأمنية للتصدي للعمليات التخريبية والإرهابية، مشددا على تعزيز العمل الاستخباراتي لكشف العناصر والخلايا الإرهابية وإفشال مخططاتها. أقدمت ميليشيات الحوثي على تحويل أكبر مركز إنزال سمكي لخدمة الصيادين جنوب الحديدة إلى ثكنة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية عرض البحر الأحمر. وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الحوثية حوطت مبنى الإنزال السمكي في منطقة الفازة الساحلية بمديرية التحيتة ومنعت اقتراب الصيادين منه واتخذته مقرا لما تسميها القوات البحرية. وكانت دولة الإمارات قد أنشأت مراكز للإنزال السمكي في الخوخة والفازة والدريهمي ضمن جهودها ومبادراتها الإنسانية لتطبيع الحياة. اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبيرغ زيارته إلى مسقط لبحث إمكانية تجديد الهدنة الأممية. وقال المبعوث الأممي في تغريدة على تويتر إنه التقى خلال الزيارة بكبار المسؤولين في سلطنة عمان ورئيس وفد التفاوض لميليشيات الحوثي، مضيفا أن المناقشات ركزت على سبل تجديد الهدنة في اليمن ومواصلة إحراز التقدم نحو تسوية سياسية للنزاع. أعلنت الدائرة المالية للقوات الجنوبية عن تلقيها توجيهات من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي بصرف منحة مالية لكافة منتسبي القوات المسلحة الجنوبية. وجاء ذلك بناء على توجيهات الزبيدي وفي إطار اهتمامه ورعايته الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة الجنوبية وحرصه على تسخير كل الإمكانات المتاحة التي من شأنها مساعدتهم في مواجهة الاحتياجات الأساسية والمعيشية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.